السلام عليكم. مساعد وزير الخارجية الأمريكي اليوم ينقل رسالة اعتذار من وزير الخارجية جون كيري للرئيس عبد الرب منصور هادي بشأن تصريحات كيري الأخيرة حول المسار السياسي في بلادنا. المساعد نقل الاعتذار لما حصل، تم إرجاع ذلك إلى تفسير مختلف في وسائل الإعلام الذي قال إنها أخرجت الأمر عن سياقه بحسب وكالة سباء الرسمية. زيارة وفد الخارجية الأمريكية للرئيس بحسب وكالة سباء نقلت عبر مساعد وزير الخارجية قوله: لا يمكن للسلام أن يتحقق إلا بقيادة اليمن الشرعية باعتبارها أساس السلام وداعية دائمة له من خلال محطات السلام والمفاوضات المختلفة. تصريحات كيري الأحادية السابقة كانت قد أحدثت جدلا واسعا بخصوص ما أسماها بالخارطة السياسية المتعلقة بوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة، وتحدث عن أطراف ليس من بينها الحكومة الشرعية. يقول متابعون إن الأيام القادمة ستفصح أكثر عن مسألة التحولات التي قد تطرأ في الدبلوماسية الأمريكية، خصوصا في ظل انتقال السلطة من الديمقراطيين إلى الجمهوريين. وهنا نتساءل، اعتذار الخارجية ماذا يحمل من رسائل في هذا التوقيت تحديدا؟ هل يفهم من الاعتذار أن التصريحات السابقة كانت انطباع شخصي للوزير، أم أن الاعتذار يعني إسقاط إعلان كيري؟ وماذا عن الدبلوماسية الأمريكية الجديدة وعلاقتها بالأزمة اليمنية؟ مشاهدينا الكرام، الإجابة عن هذه الأسئلة ستكون محور نقاشنا في حلقة المساء اليمني لهذه الليلة مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عادل مسني الباحث في العلاقات الدولية، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. أهلا بكم وبهم، مرحبا بك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني إعلان كيري أو تصريحات كيري السابقة أحدثت دوي كبير حول المسار السياسي اليمني، وربما ما حدث اليوم ويعيد الكفة إلى صوابها خاصة للشرعية. دعنا بداية دكتور عادل، أنت والسادة المشاهدين، نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بديهوارنا. اعتذار بحجم الخطأ، ذلك الذي نقله مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية للرئيس هادي نيابة عن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. تصريحات كيري قبل أيام في أبوظبي كانت قد نسفت أسس التسوية وشقت طريقا مختلفا لسلام محفوف بالمخاطر طرفاه التحالف والحوثيون، واستبعدت السلطة الشرعية وكشفت عن المشروع الخاص للوزير كيري الذي عمل طيلة الفترة الماضية على توطين الحوثيين كأقلية طائفية في جسم الدولة اليمنية. ثمة تقاطع في الأهداف والقناعات بين مضمون تصريحات كيري والدول الإقليمية التي زارها، وأطلق في ختام زيارته لها تلك التصريحات المثيرة للجدل. هذا التقاطع هو الذي شجع كيري كما يرى بعض المراقبين للدفع بالأزمة اليمنية إلى حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، اتجهت معها أنظار المهتمين والمتابعين مباشرة صوب التحالف العربي بانتظار الإجابة على السؤال الكبير: هل ضحى التحالف بالسلطة الشرعية التي دعته ومنحته شرعية التدخل العسكري في اليمن؟ بريطانيا وعبر سفيرها سارعت إلى توضيح موقفها في سياق ما يمكن اعتباره تنظيف المخلفات الكارثية لمواقف كيري وتصريحاته، بالتأكيد على أن بريطانيا لا تساوي بين السلطة الشرعية والإنقلابيين. غابت الهدنة التي أعلن عنها كيري وحضر الاعتذار عن الخطأ، أمر من شأنه أن يضع حدا للمفاجآت غير السارة من جانب الأمريكيين الذين أمسكوا بخيوط اللعبة في الأزمة اليمنية ودفعوا بها نحو مآلة سيئة وخيارات صعبة أفسدت واحدة من أهم عمليات التحول السياسي في المنطقة. والسؤال الذي يطرح اليوم بإلحاح: ماذا بعد هذا الإخفاق الأمريكي في إدارة الملف اليمني؟ وهل حان الوقت للعودة إلى مرجعية الحل السلمي والعمل بشكل مركز على إنهاء مسببات هذا التداعي الدموي الخطير لهذه الأزمة؟ إذا مشاهدينا الكرام، نبدأ هذه الحلقة مع الدكتور عادل مسني، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عادل. وبداية لو تحدثنا عن أهمية زيارة وفد الخارجية للرئيس هادي، أين يكمن؟ أعتقد أنه ما حصل يعتبر فضيحة بكل المقاييس بحق الأعراف الدبلوماسية وبحق أيضا الخارجية الأمريكية التي تعبر بشكل صارخ عن توجه شخصي لكيري يناقض تماما ليس فقط المرجعيات ولكن أيضا حتى يتجاوز المبعوث الدولي الموكل بالمهمة، نعم المفوض الدولي ولد الشيخ الموكل بالمهمة، وبالتالي أعتقد أنها فضيحة بكل المقاييس. بدأت الآن تداعياتها بشكل صارخ
حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقدم توضيحات تلو التوضيحات لما حصل الآن، وهو قلنا تجاوز تماما للمرجعيات الثلاث في اليمن، وتبني موقف شخصي ممنهج معبر عنه في مراحل كثيرة. أعتقد أنه حتى اتفاقية مبادرة ولد الشيخ كانت في الأساس على تصريحات كيري الأولى وبنيت عليه، والآن يأتي أيضا ليتجاوز هذه المبادرة ويتقدم بنا إلى إلغاء كامل للشرعية، وبالتالي يتعامل بشكل فردي مع الإنقلابيين ومع دول التحالف. وأعتقد أنها فضيحة مدوية، الآن بدأت تداعياتها في الأفق في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت تعتذر بشكل رسمي. الآن أعتقد هو اعتذار للحكومة واعتراف شخصي بتحيز كيري تجاه القضية اليمنية. نعم دكتور، يعني أنت تحدثت عن أن هناك تجاوز للأعراف الدبلوماسية، أين يكمن هذا التجاوز من وجهة نظري؟ أعتقد أنه هناك مرجعيات، والأصل أنه الخارجية الأمريكية، وهذا يمثل الخارجية الأمريكية، أن يلتزم بهذه المرجعيات، هذا أولا. ثانيا أن يترك هامش كبير للمفوض الدولي ولد الشيخ يقوم بمهمته، على اعتبار أنه هو المسؤول بإدارة هذا الملف، أن يتجاوز هذا المفوض الدولي، وأيضا أن يطرح قضية خارج عن هذه المرجعيات، هذا أعتقد تجاوز كبير جدا. هو يلغي تماما الشرعية التي هناك قرار 2216 يدعم هذه الشرعية ويشخص ما حدث باليمن بانقلاب. هو أيضا يتعامل مع طرف انقلابي ويتفاهم أيضا مع الدول التحالف وفق هذه الجزئية. أعتقدنا خروج كبير عن المرجعية. أيضا هناك إعازات للحوثيين بأنهم لن يحصلوا على معشار ما سيكون في عهد الإدارة الجديدة. أعتقد أنه هناك قلق كبير وهاجس كبير لدى كيري ولدى إدارة أوباما من التغيرات القادمة، خاصة وأن هناك مواقف صريحة وواضحة لترامب تجاه أيضا السلاح النووي الإيراني، وما سينعكس على وبالا على القضية اليمنية باعتبار أن الحوثي الطرف مرتبط بإيران، وأراد أن يستبق هذا التحول الجديد ويضع اليمن أمام أمر واقع وهو تشكيل حكومة، حتى إذا ما جاء ترامب يفاجأ بقصدي يكون هناك وضع جديد قد تشكل باليمن، ولا تتأثر كثير بالارتدادات التي ستحصل في المنطقة وهي الصراع مع إيران. نعم، إذن دكتور، ماذا عن الاعتذار وأهميته السياسية والدبلوماسية بالنسبة للسلطة الشرعية؟ أعتقد أنه مهم في هذه المرحلة. كان هناك قلق كبير جدا للشرعية في اليمن تجاه هذا الموقف الانفرادي من كيري والاستهداف المباشر للشرعية اليمنية. الآن بدأت وهذا انعكس أيضا على المعارك الضارية الآن والانتصارات الكبيرة في تعز. أعتقد أنه التسخين الكبير في الميدان كان وراءه القلق الكبير من استهداف الشرعية، وبدأت تحرك أدواتها في الميدان على اعتبار أن الموقف لكيري هذا موقف صارخ وخارج تماما عن المرجعية، ويستهدف بشكل مباشر الشخص الرئيس والشرعية بشكل عام، وبالتالي يثبت الانقلاب بشكل واضح لا لبس فيه. أعتقد أنه الاعتذار مهم الآن ليعيد القضية إلى طريقها الصحيح، هذا جانب. الجانب الثاني الذي يعطي مؤشرات طمأنينة كبيرة للشرعية بأن هناك تغير كبير في الإدارة الأمريكية، وهذا بدأ نتيجة للإدارة الجديدة التي ستأتي، وهذا بدأ الآن واضح من خلال هذه من خلال هذا الاعتذار الذي أيضا يدين موقف كيري بشكل أساس، ويعتذر أيضا للمرجعيات ولشخص الرئيس عبد الرب منصور هادي باعتباره ممثل لهذه المرجعية. يعني إذا لو تحدثنا عن دلالة هذا التوقيت، خصوصا أنه جاء بعد إعلان كيري مباشرة دلالة الاعتذار، هو يدل على أن هناك تغير في الإدارة الأمريكية بشكل قطعي. هناك تغير، هناك إدارة جديدة تماما ستكون ليست مطابقة تماما لإدارة أوباما، وبدأ هذا الآن واضح في هذا الاعتذار. أيضا هناك في الأمس أيضا قرار في الكونغرس الأمريكي بالإجماع باتجاه تمديد العقوبات تجاه إيران لمدة 20 عاما، هذا أيضا ينذر بأن هناك تغير وهناك رؤية مغايرة تماما لرؤية أوباما في المنطقة. أعتقد أنه ترامب يرى أن من الأولويات الصراع مع مسألة السلاح النووي هو أولوية الآن، خاصة بعد عند هذه التحولات. دكتور، يعني سأتوقف معك ونأخذها يعني بشكل أوضح، ولكن بعد أن ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف دكتور فيصل العواضي من الرياض، مستشار وزير الإعلام. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الأنوار عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى الإخوة المشاهدين جميعا.
أهلا بك معنا دكتور فيصل. وسائل الإعلام الرسمية نقلت صيغة اعتذار، هل يعني أن هذا الاعتذار يعني تخلي الخارجية الأمريكية عن مقترحات كيري التي طرحها؟ أولا كان تصريح كيري يمثل اعتداء على سيادة الدولة، فأن يأتي ليعلن باسم الشرعية موقف لم تكن الشرعية طرفا فيه ولا علاقة لها فيه، هذا تجاوز وتطاول على سيادة الدولة معترف بشرعيتها. نعم. ولهذا سارعت الخارجية الأمريكية إلى الاعتذار، يعني أن الموضوع من حيث المبدأ لا يجوز ولا يليق في التعامل بين الدول. والأخ وزير الخارجية قد وضح في تصريح له أن خلاص الأمر انتهى بالنسبة لنا، يعني باعتذار الخارجية الأمريكية والتوضيح. نعم دكتور فيصل، يعني تحدث وفد الخارجية أن الشرع اليمني هي المدخل للسلام، هل مثل هذا الحديث يعد توجه جاد أم رد اعتبار معنوي لاستئناف الحلول السياسية؟ طبعا خطاب الأمم المتحدة والدول الراعية 18 التي ترعى العملية السياسية في اليمن، الكل يتحدث عن السلام كأولوية في اليمن، وأن الحل السياسي أفضل بكثير من الحل العسكري. ولهذا يأتي حديث الوفد الأمريكي في هذا السياق، أن يعني حتى تأويل أو تبرير الاعتذار لكيري، أنه يعني حتى وإن أساء التقدير فهو نابع من حرص على الشارع اليمني وحرص على أن يستتب الأمن والاستقرار في اليمن، يعني تبرير أن التصريح كان صادر عن حسن نية وعن حرص لإحلال السلام. نعم. لكن طبعا الحكومة الشرعية متمسكة بالمرجعيات التي أصبحت محط اتفاق العالم، لم تعد يعني موقف نحن نرفعه في مواجهة الآخرين دون أن يكون مستساغا ومقبولا، يعني قد تم القبول به والاتفاق عليه. يعني نحن كنا في الأول لدينا 5 مرجعيات، لكن دمجت كلها وتبلورت في 3 مرجعيات، وأصبح تمسك الشرعية بها يعني كخيار اتفق عليه العالم. نعم، يعني أفهم من كلامك دكتور فيصل أن الاعتذار هو تخلي الخارجية عن مقترح كيري تماما، يعني النقاط التي طرحها بشأن الاتفاق بوقف إطلاق النار وتشكيل وحدة وطنية، كل ذلك لا يعني أساس له من الصحة؟ أولا طبعا كيري هو حتى في اللقاء الرباعي الذي عقد في جدة، وكان أول لقاء، عندما كان الطرح الإعلامي يتحدث عن مبادرة لكيري، هو بادر بالتصريح أنه لم يطرح مبادرة وإنما طرح أفكار فقط. يعني الآن الحديث عن وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وطنية هو حديث أنه المطلوب عملية سياسية أو مفاوضات أو مشاورات، سميها ما شئت، تفضي إلى تحقيق هذين الهدفين. نعم، ولكن الإعلام الآخر دكتور فيصل يتحدث عن وقف حقيقي لإطلاق النار سيبدأ من 12 منتصف هذا الليل. الآن حتى قوة التحالف صرح الناطق الرسمي أحمد عسيري بأنه لم يصل لهم أي طلب رسمي من الشرعية، على اعتبار أن التحالف تدخل في اليمن بناء على طلب الشرعية، وكل هدنة أو وقف لإطلاق النار كانت تصلهم رسالة من الرئيس بطلب وقف العمليات من قبلهم فيوقفوا، والآن لم يصلهم أي طلب، والشرعية لم توافق على إطلاق النار، بل اعتبرت أن تصريح كيري شأن لا يعنيها، وجاء الاعتذار أيضا لكي يعزز هذا المذهب أو هذا المبدأ. نعم، إذا ماذا عن المسار السياسي من وجهة نظرك؟ هل تم التطرق إليه اليوم؟ هو تأكيد الشرعية على موقفها الثابت، أنه أي يعني نحن نرحب بأي جهود سلمية إذا كانت في إطار المرجعيات. نعم. لكن خارج المرجعيات، أولا هناك رفض شعبي لخارطة ولد الشيخ، يعني نحن شاهدنا الشعب يخرج في كثير من المحافظات أو في معظم المحافظات، شاهدنا أيضا المقاومة الشعبية والجيش الوطني وكل الفعاليات السياسية وغيرها يعني رفضت، وما جاء رفض القيادة السياسية أو الحكومة الشرعية إلا يعني معبرا عن إرادة شعبية قائمة. نعم، إذا فلهذا يعني نحن السلام لا يزال بالنسبة للحكومة هو خيار أول، يعني له أولوية لكن وفق المرجعيات. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور فيصل عواضي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف
من الرياض. عودة إليك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني الدكتور فيصل تحدث عن نقاط عدة، أهمها ربما أن لا وقف لإطلاق النار، كما صرح سيري أنه لم يتلقى أي رسالة من السيد رئيس الجمهورية بما أن الأمر ما زال مرتبط به شخصيا. هناك أيضا أن الحكومة اكتفت بهذا الاعتذار الذي ربما وضح الكثير من النقاط التي كانت ملتبسة، كيف تعلق؟ بلا شك الاعتذار، أعتقد أنه كان هناك خلل وخلل صارخ في حق الشرعية اليمنية، وبالتالي الآن قال اعتذار، والآن التوضيحات تتوالى من الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أنه خطأ جسيم ويتم الآن الاعتذار عنه وقبلت الحكومة. أعتقد أنه توقفنا عند هذه المرحلة. أما بالنسبة للمعركة الآن تدشن انتصارات كبيرة جدا في تعز، أعتقد أنها ستغير الملف بكامله على اعتبار أنه هناك انهيارات واسعة جدا في صفوف الحوثي وتقدم كبير، ونعرف قدر تعز وحجمها في مشهد الصراع في اليمن. أعتقد أنه ستغير كثير من الرؤى وحتى المفاوضات والأفكار التي تطرح للسلام، ستتغير بشكل كبير جدا مع هذه الانتصارات، مع انبثاق هذه الانتصارات الكبيرة جدا في تعز والتي هي جوهر الصراع في اليمن. وهذا أيضا يخدم تماما ملف الشرعية بشكل كبير جدا، وكان عليها أن تفعل هذا الملف من البداية وتعتمد بشكل أساسي ليس على التطمينات الدولية ولا على المرجعيات بشكل مطلق، يعني ولكن أيضا على تفعيل نعم هذا هو الأوراق القوة في الداخل. نعم، إذا لو عدنا للحديث حول التغييرات التي قد تحصل، الذي كنا نتحدث فيها قبل اتصال دكتور فيصل العواضي، تغيير السياسة الخارجية أو الملف، يعني الحكومة من وتحول السلطة من الديمقراطيين إلى الجمهوريين، ربما يلعب بشكل واضح في سياسة أمريكا مع كثير من الملفات أبرزها الملف اليمني، كيف تقرأ هذا التحول؟ أعتقد أنه الملف اليمني مرتبط بشكل أساسي بإيران على اعتبار أن الحركة الحوثية هي جزء من الأيديولوجية والأجندة الإيرانية في المنطقة، وهناك أيضا مواقف قوية لترامب عبر عليها بشكل واضح أثناء الحملة الانتخابية من بأن أول أجندته ستكون هي حل الاتفاقية المرتبطة بالسلاح النووي مع إيران، وبالتالي هذا سينعكس وبالا وصداما أصلا مع الولايات المتحدة الأمريكية وسيكون أثاره مروعة في اليمن، وهذا ما يخدم قضيتنا على اعتبار أن الانقلاب يتبجح من الدور الإيراني المتغول بالمنطقة العربية بشكل كبير والمدعوم بشكل مطلق من قبل كيري. الآن كيري تماما الاعتذار الجديد، الاعتذار الآن تماما يعبر أيضا عن نوايا ومؤشرات جديدة في السياسة الأمريكية الجديدة بأن كل ما ترتب عن كيري غير مقبول الآن، وبدأ الآن الاعتذار بشكل وهو إدانة صريحة لمواقف كيري المتطرفة تجاه القضايا بمجملها في المنطقة والدعم بشكل صارخ لسياسة إيران في المنطقة، وأعتقد أنه هذا مؤشر كبير نستطيع أن نبني عليه. ناهيك أيضا عن هذا التغول الكبير في المنطقة العربية بعد ضياع النظام الرسمي أو ضعف النظام الرسمي العربي جاء لصالح إيران وبدأت تكسب أوراق قوة كبيرة جدا في ابتلاع العراق والآن سوريا ولبنان واليمن، وأيضا مع خطر الملف النووي التي بيدها أيضا تشكل هذا الحجم الكبير في التغول في المنطقة العربية ويمثل تهديدا صارخ للمصالح الأمريكية، وبالتالي الصدام حتمي تقتضيه المصلحة وليس فقط الرؤى اختلاف رؤى الإدارة الأمريكية. وأعتقد أنه الصراع سيكون حتمي مع إيران نتيجة لهذه البؤر والأبعاد الكبيرة في تغولها في المنطقة العربية، وأيضا بالوحشية التي تتعامل معها مع في العراق مع التعامل بشكل صارخ مع هذه الميليشيات التي تمارس توحش مروع في العراق وفي اليمن وفي سوريا، وبالتالي الموقف الأمريكي اعتقد أنه سيكون مغايرا تماما عن سياسة أوباما. لذلك ربما تسرع كيري في هذه التصريحات، كان يريد أن يضع لمسة أخيرة قبل مغادرته الحكومة. نعم، كيري أعتقد أنه الباعث لهذا هو عاملين، أولا مشهد الانتصارات الكبيرة والهائلة في تعز وبدأت فعلا تدب قلق كبير لدى إيران ولدى قوى الانقلاب، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من شهرين الآن ستدخل في سبات في ترتيب الشأن الداخلي وتخشى من تطور المقاومة لتصل إلى جوف صنعاء. هناك قلق باعث كبير مع تشكل هذا الانتصار المروع في تعز وفي أيضا ميدي، وسينسحب أيضا على كل جيوب المقاومة في كل الوطن، وبدأت فعلا تتحرك المقاومة في نيم وفي أكثر من بعد في البلد، وبالتالي
هذا قلق في الداخل، وقلق أيضا مرتبط أيضا بقادم السياسة الأمريكية الجديدة، والتي عبر عنها قلنا ترامب بكل وضوح بمواقفه من إيران. وهذا أيضا أوعز به كيري للحوثيين بأنكم لن تحصلوا على معشار ما سيأتي، وهو يدرك بيقين بأن السياسة القادمة ستكون مختلفة تماما عن أوباما اليوم، ولهذا تصدر الموقف وجاء على عجلة ليضع أيضا النقاط على الحروف كما يراها هو، بترتيب معين يضع ترامب حتى إذا ما جاءت بعد شهرين تكون هناك أمر واقع جديد لا يتأثر بالارتدادات الهائلة التي ستحصل في الصدام مع إيران. نعم، يعني لذلك هل يمكن أن نفهم موقف الحوثيين بأنه يعني تمسك بالخارجية الأمريكية وبما تطرحه، لأن فيها ورقة إنقاذ لهم قبل التحول الذي يمكن أن يتوقع من خلال القيادة الجديدة الأمريكية؟ هو بالنسبة للحركة الحوثية كانت تعتمد في الأساس على هذه التغطية الكبيرة للموقف الدولي المرتكز في الأساس على الدور الأمريكي، الذي يرتكز أيضا على قناعات كيري، والذي كان يأتي بشكل مستمر ليفرض أيضا رؤى معينة خارجة عن المرجعيات. وبالتالي الآن أعتقد أنه نصر كبير للشرعية في هذا الاعتذار الكبير، وتعري أيضا لدور كيري الذي يعبر عن قناعات شخصية لا علاقة لها بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية ولا الخارجية الأمريكية ولا في الأعراف السياسية والدبلوماسية، وهي الآن تقدم توضيح اعتذار رسمي وإدانة قلنا دامغة لدور كيري. وبالتالي لكن دكتور عند هذه النقطة يعني لم يحدد حتى الآن صيغة الاعتذار عن أي تصريح لكيري، خصوصا أن كان له تصريحات عديدة، كيف تفسر هذا الأمر؟ يعني تم الحديث عن أمر عام وفقط. كيري أصلا موقع تصريحات كيري محددة، نعم، في ومرتبطة بشأن معين وهي المفاوضات، وبالتالي حتى المبادرة التي قدمها والد الشيخ كانت تعتمد في الأساس على تصريحات كيري، وجاء الآن ليؤكد أيضا هذا المسار. هناك سياسة منهجة يقوم بها كيري تمثل أجندة إيران في المنطقة، وكانت داعمة بشكل مطلق للوجود الحوثي، وكانت تتستر عن جرائمه بدءا من الانقلاب إلى اليوم، وبالتالي تشرعنه في اليمن. وبالتالي هذا الموقف صار مؤلما للشرعية، خاصة في هذه الخطوة الأخيرة التي استهدفت بشكل مباشر المرجعيات وأيضا دور الرئاسة اليمنية التي تمثل الشرعية وتمثل المرجعية. وبالتالي هو تطور هائل وخطير في صعيد الصراع في المشهد اليمني. وبالتالي كان هنا الاعتذار فضيحة مدوية حقا في حق الخارجية الأمريكية، وكان لابد من الاعتذار، والآن جاء الاعتذار، وهذا أيضا يكنس كل سياسة وقناعات كيري السابقة المتعلقة في وهذا يأتي أيضا في سياق رؤية جديدة للولايات المتحدة الأمريكية ستبني عليها في معالجاتها لمجمل القضايا في المنطقة، التي ستستهدف في الأساس دور إيران وأجندتها في المنطقة، التي بدأت تشكل حالة من الرعب والانفلات الأمني الكبير الذي يهدد في الأساس المصالح الأمريكية والمصالح الدولية على السواء. نعم، إذن كيف تفسر عدم يعني وجود أي رد فعل من قبل قوات التحالف الممثلة بالسعودية التي أقحمت في تصريحات كيري بشكل واضح؟ حقا كيري جاء بشكل مسعور وبشكل متعجل، وجاء يحمل ضغوط، هو يمثل دولة عظمى ويمثل وزير خارجيته، وبالتالي يمتلك أوراق ضغط هائلة جدا، وجاء بشكل يريد أن يضع حل حاسم أمام هذه المشهد التغيرات قلنا على المستوى الداخلي، الانتصارات الكبيرة في تعز وما لها من آثار وتبعات على المشهد بشكل كبير، وأيضا التغير والتبدل في السياسة الأمريكية الجديدة، وهو يدرك بيقين هذا البعد، وبالتالي جاء يحمل هذه المخاوف وبدأ يفرض أجندة على بشكل ضاغط على دول التحالف وعلى أيضا الحوثيين، وبدأ يلملم الأمور في اتجاه هذا الحل، لولا أن جاء الاعتذار من الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء أيضا نتيجة لتغير كبير، لانتصارات كبيرة لرفض شعبي عارم الآن مثل عنه في هذه الغضبة الكبيرة في انتصارات تعز، التي لا يمكن أبدا أن تقبل المساس بالمرجعيات، ولا يمكن أن تقبل أبدا المساس بالشرعية، ولا يمكن أبدا أن تقبل بهذا الانفلات الكبير. فبدأ الخوف والقلق ينعكس بشكل انتصارات كبيرة جدا في تعز، وبدأت تتداعى الأمور، فلابد من لملمة الأمور، فجاء الاعتذار من الولايات المتحدة الأمريكية أولا لتزيل هذا اللبس الكبير، وأيضا لتدين هذا الموقف الانفرادي من قبل كيري. نعم، إذن اسمح لنا دكتور عادل أنت والسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفصل القصير ثم نعود إليكم.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى دكتور عادل. دكتور عادل، يعني هل تعتقد انه يعني او هناك من يتساءل ان هذا الاعتذار السياسي جاء من قبل خارجيه امريكا فقط لكي يتم الضغط على هذه للقبول بالهدنه بشكل غير مباشر؟ بالنسبه للهدنه الان اعتقد انها نسفت لانها جاءت اصلا من كيري، والان الاعتذار يتم في هذا الصدد. أعتقد أنه كيري جاء يفرض هدنة في ظل معالجة معينة، فالآن تماما أعتقد أنه الحكومة اليمنية قالت منذ البداية أن هذه الأفكار لكيري لا تعنينا، أو المبادرة اللي يطرحها كيري لا تعني، تصريحات كيري لا تعنينا بالأساس، ونحن سنواصل درب الكفاح حتى نستعيد الدولة. وبالتالي تأتي الآن الاعتذار عن هذا الخلل الذي جاء من قبل كيري، وبالتالي أعتقد أنه الأمر يعود إلى أصله وهو المقاومة استرداد الدولة اليمنية حتى يدعم الطرف الإنقلابي وليس للشرعية. يعني هل كان بالضرورة وجود مثل هذه الزوبعة حتى نعرف أن الأصل هو العودة للمقاومة؟ حقا هذه الزوبعة أرادت أن تثبت الإنقلاب، أرادت أن تشرع للإنقلاب، أرادت أن تخرج الشرعية عن إطارها، وبالتالي تفرض واقع جديد، وبالتالي جاء هذا الاعتذار الأمريكي ليرد على هذه الزوبعة. أما بالنسبة للمقاومة، بالنسبة للشرعية تسير في طريق استرداد الدولة، والمقاومة الآن تمثل هذه الإرادة في هذا الانتصارات الكبيرة التي تحصل الآن في تعز. أعتقد أنها استجابة حقيقية للقلق نتيجة لهذا التحول في الموقف الدولي، ونتيجة لهذا الضغط في اتجاه أيضا شرعنة الانقلاب، انعكس وبالا على الانقلاب بالداخل، وبدأت تتترجم بهذه الانتصارات الكبيرة في تعز، والتي لمست وبدأت تستشعر أن هناك مؤامرة دولية صارخة تستهدف وجودها وتستهدف دولتها وتستهدف شرعيتها، فبدأت تتحرك الآن بشكل كبير. يعني خلال سنة ونصف دكتور، إنه لم تكن أكثر، يعني نحن على قرابة إنهاء سنتين، لم تستشعر الحكومة هذا الخطر إلا بعد أن يعني تحدث كيري بتلك التصريحات واستثنى الشرعية تماما من المشهد؟ نعم، هذه خطيئة الشرعية. الشرعية كانت تعول على الموقف الدولي وعلى التحالف، وتعول على المرجعيات، وأهملت بشكل كبير المقاومة في الداخل. كانت روابطها ضعيفة جدا بالداخل وبالمقاومة، وقوية جدا بالمرجعيات، على اعتبار أن الحل سيأتي سياسي من الخارج، وكانت تعول على هذا الهامش الكبير. الآن جاءت الصدمة المروعة بهذا التحول من قبل كيري وإلغاء الشرعية بكاملها، وبالتالي فرض أجندة معتمد على هشاشة روابطها بالداخل، فبدأت تحرك الآن وتعود للمقاومة، على اعتبار أن خيارات الحكومة والشرعية هي مع المقاومة، ويجب أن تكون في الميدان، ويجب أن ترتكز إلى علاقات متينة بالمقاومة، لأنها هي التي تصنع التغيير على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. وبالتالي بدأت تلتفت لهذا الملف المهم، وهذا الآن بدأ يظهر بشكل جلي في تعز، وبهذه الوثبة الكبيرة نتيجة لهذا التلاحم مع الشرعية ومع الحكومة بدأ ينعكس بانتصارات كبيرة جدا. واعتقد أن الأيام القادمة ستشهد تغير هائل في المشهد اليمني ما لم يذعب الانقلاب ويسير في طريق الصياع. هل تتوقع مثل هذه الانتصارات التي تقوم بها المقاومة والتثبيت الشرعية على الأرض كفيلة بتغيير وجه المشهد الخارجي؟ هذا يعتمد على مدى قناعة الشرعية في دعم، في تبني هذا الخيار، هذا يعتمد على مدى الضغوط الدولية، استجابة الشرعية للضغوط الدولية وعودتها من جديد إلى المجتمع الدولي والمرجعيات، هذا يعود على مدى التلاحم الشرعية مع المقاومة. المقاومة على أهبة الاستعداد ولديها إمكانات الانتصار في تعز وفي غيرها من الجبهات، حتى في نيم ومارب والبيضة وغيرها، تحتاج فقط إلى الدعم، التفعيل من قبل الشرعية وإلى إعطاء الضوء الأخضر للانطلاق. أعتقد أن هذا ترجم بشكل كبير. انظروا الآن خلال يوم أو يومين ماذا حصل في تعز؟ معجزة كبرى، بدأت تنهار جيوب وجيوش وعصابات المؤتمر الشعبي العام، قصدي العفاش، وأيضا الحوثيين، بدأ هناك تطهير كامل. الآن تكاد نستطيع أن نجزم بأن تعز شبه محررة، لم تبقى إلا جيوب بسيطة في الحوبان، والمقاومة الآن تسير بشكل يعني متعطش أيضا لتطهير هذه البلاد. ايضا هذا انعكس ايضا وبالا على جبهتنا، وبدات تموج الارض بالقرب من صنعاء هناك وفي ميدي وغيرها، بدات الان الارض اليمنيه تغلي بشكل كبير. واعتقد انه لو تم الدفع ايضا باتجاه تفعيل هذه الجبهات بانه لن يكون هناك الا ايام او اسابيع قليله والمقاومه في جوف صنعاء. اعتقد انه هناك مشهد كبير، هناك امكانات ومقاومه هائله للمقاومه تستطيع ان تلعب دور كبير في تغيير الموقف والمشهد برمته على الميدان، لولا الخلل والضعف هو في الارتباط
الارتباط بالشرعية وارتماء الشرعية للتحالف والمرجعيات. نعم، يعني هل هذا يمكن أن يفسر حديث وزير الخارجية لأن استعداد الدولة سيكون عسكريا؟ هل هو التوجه جاد من قبل الحكومة والشرعية الآن برأيك؟ أعتقد أنه الآن هناك حالة من الفزع الكبير لدى الشرعية ولدى هادي والشرعية نتيجة لهذا التصريح، هو حقيقة أثار هواجس كبيرة لدى الشرعية وأثار قلق كبير جدا بأن الاعتماد على المرجعيات ربما يوصلنا إلى الهاوية وربما يوصلنا إلى هذه القطيعة الكبيرة مع الداخل. وبدأت الآن تحرك أوراق في الداخل من خلال هذا التلاحم قلنا وهذا التغير في المشهد اليمني. أعتقد أنه هناك خيار استراتيجي للشرعية وهو الاعتماد الكامل والمطلق على الداخل وعلى المقاومة، وتبدأ من الآن تفكر بجدية وتعيد قراءتها للواقع بما يخدم أيضا أجندتها في استعادة الدولة وفي أيضا الضغط على القوى الإنقلابية بالإذعان للقرار. القوى الإنقلابية لن تذعن لضغوط الخارج ما لم يكن هناك تغير في المشهد على الداخل، وهذا يعتمد قلنا أيضا على الدعم المطلق للحكومة واعتمادها على تفعيل جيوب المقاومة وتوحيد الجبهة المقاومة في الداخل اليمني ودعمها بشكل أيضا يحقق الأهداف. أعتقد أنه هناك الآن نية جادة لدى الشرعية بعد ما رأت هذا التحول من قبل كيري عثار حقيقة، وإن جاء الآن الاعتذار لكن بقت الهواجس مخيفة ومرعبة لدى القيادة في الخارج بأن فعلا الاعتماد على الخارج ربما يوصلنا إلى الهاوية وبالتالي إلى هذا الطريق المهلك، وبالتالي لابد أن يبقى لنا ارتباط قوي وكبير مع وهذا الخيار الاستراتيجي أنا أرى. فإذا فعلت الحكومة هذا وهذا يعتمد على مدى قناعة الحكومة في السير في هذا الطريق. أعتقد أنه إذا فعلت هذا الخيار فأنها تسير في الطريق الصحيح نحو استعادة الدولة بأي من، لأنه سينعكس أيضا على المسار السياسي وعلى المسار العسكري. إذن كيف تفسر دكتور عادل إصرار إعلام الطرف الآخر بأن الاتفاق قائم وأنه خلال الساعة 12 منتصف الليل سيتوقف يعني العمل القتال بالنسبة للتحالف أيضا بالنسبة للحوثيين، إصرارهم أيضا على أن اتفاق كيري هو ما حدث وأنه هو الذي سيتم خلال هذه الأيام؟ حقا أمام هذه الانتصارات الكبيرة في تعز، أمام هذه الروح المتوثبة الآن في تعز، أمام هذه القفزات الهائلة التي بدأت تنذر بخراب ووجع مؤلم لدى الانقلاب، لا خير أمامهم إلا التمسك بهذا التصريحات لكيري، وهو يخدم أجندتهم بشكل كبير ويخدم أجندة إيران في المنطقة والتي تراها طوق نجاة، خاصة مع مشهد قلنا التحول الكبير في المشهد. أعتقد أن الانقلاب الآن يتلقى صفعات موجعة نتيجة لتغير في المشهد العسكري والميداني على الأرض، نتيجة لهذه الانتصارات الكبيرة، ونتيجة أيضا الاعتذار الكبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هو يخسر على كل الأصعد، هو يخسر على الصعيد الدولي الذي كان يمثل له طوق النجاة والتغطية الكاملة والدعم المباشر والكبير خلال مراحل الانقلاب، الآن بدأ يتراجع. هو يشعر بقلق كبير نتيجة لهذا التغير الدولي، نتيجة لمجيء إدارة جديدة تضع في أول أجندتها الصدام مع إيران، ويشهد أيضا هذه الانبثاق الكبير للمقاومة في تعز، وتعز لها ثقلها وهو يعي حجمها في مشهد الصراع في اليمن وانعكاساته أيضا على عب وعلى الحديدة وعلى نهم وعلى كل المعركة في اليمن، لأن لها قلنا شبكة لها حضور قوي جدا في كل المحافظات ولها أيضا تداعي كبير في كل المحافظات سينعكس أيضا وهي تتماهى الآن مع هذه الانتصارات الكبيرة جدا في تعز. أعتقد أنه المشهد تغير بالكامل على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، وأما والانقلاب يشعر بغصة كبيرة جدا لا خير له إلا التمسك بهذه الأوهام. نعم. عند تغير الإدارة الأمريكية وقلق الحوثيين منها، لا يوجد أيضا قلق الإدارة الأمريكية يعني مثلا بترامب الذي يعني قلت بأن ربما أول أولوياته هو الملف الإيراني، ولكن تصريحات ترامب كانت يعني معادية لكثير من الأطراف ربما أيضا من بينها السعودية، ألن يكون هناك تخوف من هذه الناحية أن تكون له أيضا وجهة نظر مختلفة في الحرب الدائرة في اليمن؟ أعتقد أنه المملكة العربية السعودية والتحالف الخليجي لا يمثل خطورة أولا على الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تشابك مصالح كبيرة جدا وهناك تفاهم كبير مع الولايات، ونستطيع أن نقول حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. أما الإشكال هو يكمن في إيران أولا، لأن استفادت من الخلل الكبير في المنطقة العربية في ضياع النظام الرسمي العراقي العربي في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وبدأت
حتى تحل محل هذه الأنظمة العربية في المنطقة، فتمثل نقطة ثقل هائلة جدا لدولة أيضا نووية أو تسير في طريق امتلاك السلاح النووي. هي أيضا متطرفة دينيا، وهي أيضا تتعامل مع ميليشيات خارجة عن القانون وتمارس توحش مريع في المنطقة العربية، وبالتالي من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تتوجس وتتخوف من هذه الدولة النووية التي تمتلك السلاح النووي المرعب وتمتلك هذه المشاعر المرعبة في المنطقة وتمارسها بشكل فعلي، وتتعامل أيضا مع جندات ومع ميليشيات وعصابات تقلق الرأي العام، تقلق السكينة العامة والأمن في المنطقة برمتها وتفخخ السكينة في المنطقة العربية بكلها. هناك قلق كبير أمام الولايات المتحدة، وأعتقد أن الصدام سيكون مع هذه الدولة المتوحشة والتي تملك أيضا مقومات إقلاق الأمن العام والسكينة للمصالح الأمريكية في المنطقة. أما المملكة العربية السعودية لا أعتقد أنها تمتلك هذه المقومات، كما أنها حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، فالصدام حتمي سيكون مع المشروع النووي الإيراني ومع هذا التوغل في المنطقة العربية وتهديد أيضا المصالح الغربية. نعم، ربما يعني اليوم لم يكن هناك الاعتذار فقط، وإنما أيضا تصريحات وزير الخارجية البريطاني الذي تحدث عن أن الانقلاب لا يمكن أن يعني الوقوف مع أي انقلاب ضد دولة شرعية، وأن المنطق ويعني يدعو إلى الوقوف مع الحكومة الشرعية. هذا يعني مثل هذه التصريحات ما الذي تشكل بالنسبة للدولة الشرعية؟ أعتقد أنه أولا تمثل بداية السقوط للإدارة، إدارة أوباما، وانكشاف وتعري كامل للضغوط الأمريكية التي كانت تمارسها على دول التحالف وعلى الشرعية وعلى المجتمع الدولي بأسره. وبدأ الآن مع أيضا الاعتذار الأمريكي تتكشف هذه مسارات الضغوط التي كانت تمارس على المجتمع الدولي، وبدأ كل يفلت منها، وبالتالي الآن يأتي أيضا هذا التوضيح من قبل السلطات البريطانية على اعتبار أن هناك ضغوط. أنا فهموا أن هناك كانت تأتي في سياق ضغوط معينة تمارسها الولايات المتحدة باعتبارها القطب الأوحد في العالم، وبالتالي لا تستطيع أن تخرج عن هامش الأمريكي. لكن الآن بعد ما اعتذرت الولايات المتحدة الأمريكية وشهدت أن هناك تغير في الولايات في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت تعود إلى الطريق الصحيح وهو الاعتراف بالمرجعيات. أعتقد أن هناك كان ضغوط تمارس الخروج عن المرجعية. هل ستتوقف هذه الضغوط سواء على الشرعية أو على التحالف العربي؟ ونحن نعلم يعني أكثر من حديث وأكثر من حلقة تحدثنا عن وجود ضغوط دولي كبير على الشرعية وعلى التحالف في القبول بكثير من النقاط خارج سياق المرجعيات الثلاث. الضغوط كانت تمثلها بشكل أساسي هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي من كانت تمارس الضغوط على دول التحالف وعلى أيضا الشرعية، وهي من تتبنى وجهة نظر إيران ودعم أجندتها في ظل سياسة أوباما السابقة، ودعم أجندتها في المنطقة التي تفخخ الأمن قلنا والسكينة العامة في المنطقة، خاصة وأنها تتبنى هذا الصراع المذهبي وتطييب القضية العربية في إبان مجيء الربيع العربي الذي كان يهدف أيضا لدولة ديمقراطية ودولة مدنية في المنطقة العربية. جاء الحل في طريق تعم هذه الدولة الطائفة التي فخخت هذا المناخ الواسع وبدأت تهدد النسيج العربي وتبعث قلق كبير داخل هذه النسيج العربي الواحد، وبالتالي الآن أعتقد بدأ تحول كبير في السياسة الأمريكية، لأن هذا أولا الغرض أتى أكله، وبدأ قلق الربيع العربي يبتعد كثيرا عن المصالح، وبدأ الآن يطل برأسه خطر كبير وفتنة كبرى تدعمها دولة عملاقة لها سلاح نووي وتهدد أيضا المصالح، ليس الربيع العربي وليست الشعوب العربية، ولكن الآن ينتقل التهديد إلى المصالح الغربية والمصالح الأمريكية بالأساس. نعم، إذن دكتور عادل ينضم معنا أيضا عبر الهاتف دكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي من لندن. مساء الخير دكتور محمد. هلا مساء النور. أهلا بك دكتور محمد، ونود منك أن تحدثنا عن أهمية مثل هذا الاعتذار السياسي خاصة بعد تصريحات كيري. أعتقد هذا يدل على أن الإدارة الأمريكية الحالية إدارة على قدر كبير من التخبط، وقد نستغرب أن تكون إدارة بهذا الشكل وهي الإدارة الأعلى والأعظم والدولة العظمى في العالم، لكن هذا هو الواقع. هذه الإدارة إدارة راحلة، ووزير الخارجية الأمريكي الحالي يعني له مواقف أخرى مختلفة أو له مواقف أخرى مشابهة عفوا من ناحية إيقاع بلاده في الحرج، سواء كان في سوريا مع الروس أو كان في أوكرانيا مع الروس كذلك أو في العراق، وبالتالي
هذا موقف من المواقف التي تظهر شخصية جون كيري الضعيفة، والتي هي أيضا انعكاس لشخصية باراك أوباما. الإدارة الأمريكية كان يفترض أن يعرف العرب هذه النقطة في هذه الإدارة وأن يعملوا عليها. للأسف الشديد خلال فترة هذه الإدارة الذي عرف جيدا توجهات والاستراتيجيات والبنية السياسية والإدارية لهذه الإدارة هم الأمريكان والروس، ولذلك استغلوا فرصة هذه الإدارة بشكل كبير. الروس في تمدد دائم في الشرق الأوسط، الإيرانيون عبروا خارج الحدود، والعرب للأسف الشديد انكفأوا. لماذا؟ لأنهم لم ينتهزوا فرصة ضعف هذه الإدارة، سواء كان ضعفها الإداري أو كان ضعفها السياسي. اليوم عندما أو بالأمس أو خلال اليومين الماضيين، عندما وقفت الدبلوماسية اليمنية والرئاسة اليمنية والحكومة بشكل عام موقفا صلبا، وكان ربما مفاجئا للأمريكان، ربما كان أيضا مفاجئا حتى للعرب والحلفاء بأن يقف اليمنيون بهذا الشكل. أنا أعتقد أن الذي جعل جون كيري يستهين بحكومة الرئيس هادي وبالرئاسة اليمنية بأن يجتمع مع جماعة انقلابية ميليشياوية هو كثرة التنازلات التي قدمتها هذه الحكومة وهذه الرئاسة، ليس لصالح الوطن، وإنما تنازلات لصالح فريق معين انقلابي. نحن نفهم كما نقول أنه يجب التنازل من أجل اليمن، لكن لا يجب التنازل باليمن، لا يجب التنازل عن اليمن للآخرين. عندما وقف الدبلوماسية اليمنية هذا الموقف لم يكن من الأمريكيين إلا أن يعرفوا. إذن كيف تتوقع سيكون الدبلوماسية؟ إذن كيف تتوقع سيكون الملف اليمني في ظل الإدارة القادمة الأمريكية، خاصة يعني وهو عايش كثير من التخبط في مع الإدارة السابقة؟ أنا أعتقد أن لدى الرئاسة اليمنية، لدى الحكومة، لدى التحالف فرصة هذين الشهرين المتبقيين قبل أن يتم تنصيب الرئيس الجديد في يناير القادم. وبالتالي يجب أن تستغل هذه الفرصة من أجل إحداث ميزان قوى جديد على الأرض، من أجل كسر الانقلاب عسكريا، ليس كسره إلى المعنى بالمعنى التام، وإنما إحداث نوع من الضغط العسكري الذي يلزمهم بأن تكون أوراق تفاوضهم قليلة أو ضعيفة في الجولة القادمة. الرئاسة الأمريكية القادمة لا يستطيع أحد أن يتنبأ بتصرفاتها، لأننا أمام رئيس قادم إلى السياسة من خارجها، وليس لم يكن في الإدارة الأمريكية، لم يكن في الجهاز البيروقراطي الأمريكي حتى يتعلم أدبيات السياسة الأمريكية، هو يعني رجل أعمال، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بسلوكه فيما بعد. لكن يجب أن يكون اليمنيون خاصة والعرب بشكل عام في موقع يهيئهم لتقبل جميع الاحتمالات من باراك من دونالد ترامب. هو لا شك سيضغط على الإيرانيين، لكن علينا أن لا نطمئن إلى هذا الجانب، لأن لديه أيضا تصريحات قوية إزاء الخليجيين وإزاء العرب والمسلمين. اليوم تتحدث تقارير في الصحافة الأمريكية عن أنه ينوي أن يسجل أسماء جميع العرب والمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إخضاعهم للرقابة. إذا وصلت الفكرة دكتور محمد. الحرب العالمية الثانية عندما وضعوهم على لوائح رقابية في واشنطن. إذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. في أقل من يعني دقيقة دكتور عادل، يعني كيف تجد أن الأيام القادمة بخصوص المسار السياسي في اليمن؟ أعتقد أن المسار السياسي يعتمد بشكل أساسي وقطعي على الميدان، وبالتالي أمام الحكومة اليمنية الشرعية اليمنية بعد هذه الفجيعة التي حصلت يجب ألا تتكرر، ويجب عليها أن تتفعل تماما الانتصارات بشكل كبير، بشكل يحرر تعز ويحرر إب ويحرر الحديدة، وتغير من واقع الميدان بشكل يقدم أيضا المسار السياسي. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.